مع تصاعد موجة التعاطف العالمي مع مأساة الشعب الفلسطيني، بدأت أصوات دولية تطالب بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيلية. هذه الدعوات شجعت الفلسطينيين على التحرك نحو الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، إذ قدمت السلطة الفلسطينية طلباً رسمياً لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإعادة النظر في طلب العضوية الكاملة الذي تقدمت به في عام 2011. وتعتبر فلسطين حالياً دولة مراقب غير عضو، أي أنها تتمتع ببعض الحقوق والامتيازات داخل المنظمة مشابهة لوضع الفاتيكان. وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعترافاً بحكم الأمر الواقع بدولة فلسطين ذات السيادة في عام 2012، وتم تحديث وضعها من كيان إلى دولة مراقب غير عضو. عادة ما تقدم الدول الراغبة في الانضمام إلى الأمم المتحدة طلباتها إلى الأمين العام للمنظمة الذي يحيلها بدوره إلى مجلس الأمن، وبمجرد استكمال مراجعة الطلب من قبل لجنة مجلس الأمن المكونة من 15 عضواً يحدد ما إذا كانت الشروط اللازمة للعضوية تمت تلبيتها، ويمكن أن يتم تأجيل أو رفض الطلب أو التصويت عليه في جلسة رسمية. من المهم أن يكون التصويت في مجلس الأمن بأغلبية 9 دول لصالح العضوية دون استخدام حق النقد من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس. وبالرغم من معارضة الولايات المتحدة لطلب العضوية الفلسطينية قبل 13 عاماً، يعتبر المحللون أن الظروف قد تكون مختلفة هذه المرة نظراً للضغوط الدولية المتزايدة لإيجاد حل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ويطمح الفلسطينيون منذ فترة طويلة بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وقد وجدوا دعماً من بعض الدول الأعضاء في الجمعية العامة، ولا سيما من مجموعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامية. فهل تتحقق هذه الطموحات قريباً؟